استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بقصر الصفرية هذا اليوم أنجال سمو الشيخ راشد بن عيسى الخليفة رحمه الله، سمو الشيخ عبد الله بن راشد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ إبراهيم بن راشد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ سلمان بن راشد بن عيسى الخليفة. وقد رحب جلالة الملك المفدى بالجميع متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد. وقد أعرب أنجال سمو الشيخ راشد بن عيسى الخليفة رحمه الله عن شكرهم تقديرهم لجلالة الملك على هذا اللقاء، دعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والسعادة.